احنا معنا على الهاتف الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير استاذنا الكبير استاذ حسن المستكاوي. مساء الخير يا فندم، كل سهرك طيب. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيبه، ودايما كده بنرحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وعايزين نعرف من حضرتك رايك في اختيارات مستر كوبر لقائمه المونديال. هو طبعا يعني اعتقد كل الناس كانت متوقعه القائمه ومتوقعه كمان التشكيل الاساسي اللي ما بتغيرش من فتره طويله الا لاسباب يعني اصابات او يعني حالات كثيره جدا، لان هو له فكر واسلوب بيلعب بيه مش بيغيره، وهو قال انا بدافع وانا فلسفتي هي دي، وانا يهمني ان انا ابني دفاعات كويسه واحاول اطور للهجوم. الحقيقه ده اللي ناقص شويه، والاسماء اللي الناس بتقولها يعني انا عارف طبعا ان كتير قوي من الناس اللي بتتفرج على كوره بيطرحوا عمرو سوليه، بيطرحوا حسين الشحات، بيطرحوا اسماء بريد سليمان مثلا، لكن المدرب دي بيتاثر دي معايير بس بتحكمه في الـ في الـ في الاختيارات. يعني انا مش ببرر اختياراته، انا بس بقول هو ليه اختار المجموعه دي وعايز منها ايه، وكمان اقدر اقول لك التشكيل الاساسي هيبقى مين وهو عامل التشكيل عشان ايه. هو عايز لعيبه تعمل حاجات معينه، مش اللي يعمله وليد او عمرو السوليه او حتى حسين الشحات في مع فريقه. الادوار مختلفه، ما ممكن تبقى بتعمل دور مع الفريق بتاعك سواء في الامارات او في الاهلي او غيره، لكن هذا الدور مقيد جدا في المنتخب. وهي دي طبعا وجهه النظر بتاعته، يعني انا بتكلم تقريبا بلسانه يعني بشرح حواليه اختار الاسماء دي. طيب بالنسبه لحضرتك وبالنسبه للجميع، الاسماء كانت متوقعه، هل هتتوقع ان كوكا سيتم استبعاده؟ كوكا سيتم استبعاده؟ كوكا احمد حسن كوكا يا فندم. لا انا معلش يا كابتن انا مش سامع كويس. طيب حضرتك هل كنت تتوقع استبعاد احمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالي؟ والله ده يعني يمكن مفاجاه شويه، لكن برضه يعني القرار برضه بالنسبه لي انا شخصيا ممكن كان يحصل، يعني مش يعني في التجارب الاخيره برضه ما كانش فيه يعني لمسه حقيقيه واضحه يعني. طيب استاذ حسن مهم عنده اللعيب اللي بيجتع قوي اللي بيجي كويس قوي قدام ال 18 وهكذا، فعشان كده يمكن مروان محسن وبعدين هو كمان اختياره لمروان محسن واضح انه يعني مستقر عليه حتى بعد الاصابه مباشره يعني. نعم ده حقيقي. استاذ حسن يعني عايز اخد راي حضرتك، اللقاءات الوديه الاستعدادات اخرها التعادل امام كولومبيا، بعد غد هيكون في لقاء امام بلجيكا، هل حضرتك شايف ان المنتخب استعد جيدا للمونديال؟ بص بقى يعني معلش هو استعداد متاخر جملة واحد شويه، غير كده طول عمري مش عشان كوبر بس ما ينفعش اقول انا بستعد للكوبر، يعني ايطاليا وهولندا مش داخلين المونديال تمام؟ نعم بره المونديال، ومع ذلك لعبوا ماتش ودي، لعبوا ماتشات وديه. لعبوا اليوم. كان بيربط الاعداد والتجارب بطوله امم افريقيا او بطوله كاس العالم او لا، العالم مش ماشي كده. نعم. ما ينفعش انت، طب عشان كده انت مش بتدي فرصه للعيبه ثانيه. هو انت جربت تحكم الشحات بجد؟ يعني الحقيقه يعني هل كان في تجربه؟ يعني عايز تقول لي ان ممكن حسين الشحات يكون لعب ثلث ساعه فانت قلت انه ما يصلحش للمنتخب مثلا، يعني معقوله؟ عشان تعمل ده لازم تعمل برنامج اعداد حتى مع الفيفا ديت، وانت من غير ما ترتبط ببطوله. طبعا انا عارف دلوقتي كان مسوق والماتشات الدوري والبطولات الافريقيه وهكذا، انما لازم تعمل خطه تتواكب مع الماتشات المحلي عشان تجيب جديد من اللعيبه. مش معقول تبدا تلعب ثلاث سنين او سنتين بنفس الاسماء ب 11 او 13 او 14 اسم. نعم.
واعتقد ان ال 11 مش هتغيروا كثير يا فندم في في المونديال. يعني الحقيقه ناقص شويه ومش قادر تدي فرص حقيقيه بمعنى كلمه حقيقيه للعيبه ثانيه. شكرا. نعم. طيب استاذ حسن، بالنسبه لطريقه الاداء، الناس بتنتقد دايما طريقه اداء مستر كوبر، الناس دايما عندها امال وطموحات ان بتحب ان منتخب مصر تشوفه بيلعب كره هجوميه، هل ترى ان طريقه كوبر هي الانسب؟ هل ترى ان المنتخب لازم يغير من طريقه ادائه؟ يعني عايز اعرف راي حضرتك في هذا الامر. يا كابتن ده وقت سوليت خلاص، ما ينفعش يعني، حتى ولا مش النهارده ولا حتى من شهرين مش هيغير الطريقه، وما نقدرش نطلب منه ده. كلمه واحد، انا معترض على الطريقه، وانا اعتقد ان كل الناس معترض على الطريقه، وممكن نلعب ماتشات كاس العالم ونوصل دور 16 يا رب ونتكبس ويبقى احنا الغلطانين، ماشي انا موافق. بس الحقيقه احنا انا واجبي انا شخصيا ان انا وزمايلي يعني لما نشوف حاجه فنيا احنا مش مقتنعين بيها نقولها للناس. ممكن بكره نكسب بلجيكا او بعد بكره نكسب بلجيكا، ده حاجه تسعدني جدا وحاجه تبقى جميله. انما انا عايز كوبر يفكر لي تونس ليه بتلعب كده والمغرب كمان ليه بتلعب كده، ماتشات وديه وبتعمل نتائج وتجيب اهداف وتبقى الماتش تيتا تيتا، الماتش فيه نتيجه. ليه احنا دايما في موقف الدفاع؟ ليه دايما اللعيبه منتخبنا بيدافع من نص ملعبه؟ ليه مش قادرين نعمل ست سبع نقلات طبيعيين، يعني حاجه ندي بيها هجمه من ورا؟ ليه مش عايزين نعمل ده؟ هل ده يعني عايز حد يقسم؟ هل ممكن تكون دي هي الفلسفه بتاعته؟ طب ما في مدربين كبار جدا زي لازم كونتي، زي حتى مورينيو بيدافعوا، لكن ليه يعمل كونتر اتاك او بيهاجم؟ لما بتعمل الكره بتاخد الكره معاك انت بتعمل فيها ايه؟ والله احنا بنقول الكلام ده بقى لنا سنتين، وحتى ونقول واحنا بنوصل نهائي كاس امم افريقيا، بس يعني الناس ساعات النتيجه النهائيه بتنسيهم. نعم. احنا شايفين اداء ليه؟ انا وظيفتي شخصيا اقول اللي انا شايفه والنتائج اللي احنا بنحققها ازاي؟ النظام، هل يكفي النظام في الملعب؟ هل يكفي ان احنا عندنا 11 مقاتل؟ ولا احنا عايزين كوره شويه؟ ده ناقص المنتخب، دي الحقيقه يعني. وده رأي عام كبير جدا أيضا يعني أستاذنا الكبير أستاذ حسن المستكاوي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، تحدثنا فيها عن الكثير من الأمور، تحدثنا فيها عن طريقة استعداد منتخب مصر.